طالع على ريش، هذا البيتشان مال امهن ضال بس هذا. هاي الفجر طبعا ما عندي توصالة، وعرض لكم تصوير جودة اكثر. شوف الذيب هذا مبين، قشيناها بهالنجار وهذه الجيفة وسدينا هاي الفتحة منها، سديناها وهاي الفتحة ايضا راح نسدها منها وراح نصب لكم الكاميرا هنا. خلي حتى اصور لكم الحركة. السلام عليكم. طبعا هسه هنا وصلنا قريب الجبل، هذا الجبل مثل ما تشوفونه واضح قدامكم. شوف المكانات كلش حلوة وجميلة. وهذا الجبال Thank you.
كل الاحترام كل التقدير الى جميع الناس اللي تواصلت ويانا بخبر انتشر على التواصل الاجتماعي وفاة الصياد ابو اسحاق، وهذا خبر غير صحيح وخبر كاذب ونشرته ناس معنيين وناس حشاكم انتم مضغوطين وناس تحب تنشر الفتنة وتنشر تسوي اشاعات غير صحيحة وتحوير بالكلام، وتواصلت وياهم البعض منهم خذوا المنشورات يعني من سمع من شخص او شاف منشور فروج على هذا المنشور ونشر على صفحته، فهو ما مو كان يعني سبب هذا النشر. تواصلت وياهم قلت لهم عمي انا عدل وهذا الحكي مو صحيح، فالناس مسحت المنشورات. اما اكو جماعة عرفتهم انا فتواصلت وياهم قلت لهم يابا مسحوا هذا المنشور الخبر مو صحيح، الناس صارت بقلق وهذه فمسحوا هذا الكلام مو صحيح، فمصروا على هذا الكلام. واحد منهم قال لي انت كذاب وموبايله رايح وهذا انت تخابر بتليفونه، قلت له لا عمي انا اعطينا رقمك خلينا خابرك حتى اتواصل وياك والمراسلات موجوده حتى تعرف صوتي وتتاكد. فنفى هذا الشيء ما قبل يعني اتواصل وياه، فهذا محتبر هو اللي ناشر هذه الفتنه. اما الناس اللي نشرت وتواصلت وياهم قال يا احنا لقينا منشور بفلان مكان وفلان مكان ونشرنا حبا فيك، نشكرهم احنا كمتابعين كناس احب محبه لنا وكناس طيبه، فتألمت بهذا الخبر ونشرت يعني هذا المنشورات. وراح اخليكم الصور والمنشورات بالشاشه. اولا احب اوجه رساله للناس اللي نشرت هذه الفتنه وحبت تنشرها بهذا الشيء، خبر وفاة الصياد ابو اسحاق. اولا اقول له ما ياخذ الروح الا الخلقها، وانت تموت وانا اموت والموت بيد الله عز وجل، مو هو بيدك الموت حتى تحلم انت وغيرك تحلم تاخذ شعره مني، اذا مو الله سبحانه وتعالى هو اللي ينصر الانسان وهو اللي يقوي الانسان، ولا مو الله يأذن بهذا الشيء انت ما تقدر تسوي شيء، مستحيل، لا انت تقدر ولا انا اقدر، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فرسالتي لك فهذا الشيء ما بيعيب اذا تنشر تقول خبر وفاة ومخت اكو شغلات ممنوعة الفضحة وفاة الصياد ابو اسحاق، وتنشر وتروج تخلي الناس بغلق وتخلي الناس في اسمه. طبعا انا اقيم عليك دعوة ان شاء الله، وان شاء الله ابحث عليك وطلعك وغاضيك عشائريا وقانونيا ان شاء الله تطلع زين، واخذ حق من يمك ان شاء الله، والحق ما يروح، اكو قانون واكو عشائر والحق ان شاء الله ما يروح زين. ونحب نشكر الناس اللي تواصلت ويانا اللي عزتنا، ناس حتى كان يعني بعيدة علي كأصدقاء بعيدين علي او متابعين هم يعرفون انا ما اعرفهم، فتواصلوا وياي انتصلوا علي ناس يعني ناس اعجز من الوصف، يعني كل الاحترام لهم كل التقدير لهم كل الحب لهم كناس محبة كناس يعني تواصلت وياي، والله انا اكون لهم ممنون وانا خادم صغير لهم، ناس يعني تحبني من خلال التواصل الاجتماعي. نشكر ابناء عمومتي اللي تواصلوا وياي، نشكر اخواننا من الصلايط، نشكر اخواننا من الفهد من نشكر يعني بدون استثناء، نشكر الناس من الحجية من هواي عشائر انتصلت بي وهواي اصدقاء انتصلت بي، والله اعجز يعني خاف اذكر واحد وخلي واحد، فاكو ناس غريبة علي كلش غريبة علي فما انتصلت علي ولا اهتمت بالموضوع هذا
وناس بعيدة انتصلت علي وتواصلت وياي، فهم عرفت الناس اللي تحبك والناس اللي ختلك. أحد الناس سولف لي اللي قانا بالشارع، قال شنو هذا الخبر، هو كصديق لي، شنو هذا الخبر انتشر لك وعلى التيك توك وعلى البيج وعلى المدروين هذا الخبر؟ قلت له لا، أنت ليش ما خابرتنا هاي؟ قال والله خاف أخابرك، خاف يقولون هو كاتله له وابتلي. قلت له ليش ما جيتني، ليش ما هذا؟ هو سيسمع صوتي يعرف نفسه زين. فناس بيها لا انتصلت ما خافت من هذا الشيء، لأنه يقول لك حرام لا تصير من السلطان لا تخاف، إذا ما عندك شيء ليش ما تخابر، يعني شكو بيها تنتصل. فختل، فهواي ناس يعني حطيت عليهم علامة إكس بهذا الأمر، فما تواصلوا وياي. وعلى العموم نشكر كل الناس، كل من نطيحنا هي الناس مو الكل سوى، فبيها ناس كل من وذبته كل من وتفكيره. على العموم نشكركم جزيل الشكر واحترامي وتقديري لكم جميعا، وأعجز من الوصف وأعجز من الناس اللي تعلق لي وأعجز من الناس اللي تواصل وياي.